السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج حديث العرب. حققت قوة الشرعية اليمنية والمقاومة تقدما ميدانيا في الساحل الغربي بعد معارك مع ميليشيا الحوثي، وباتت على مسافة 18 كيلومترا من مطار الحديدة و25 كيلومترا من ميناء الحديدة. هذا التقدم يأتي بعد جمود أصاب المسار السياسي الذي أخفقت جولاته السابقة بين الشرعية والحوثيين في وضع حد للصراع الدائر في اليمن بسبب تعنت قادة الحوثي ورفضهم النزول على قرارات الشرعية الدولية بحسب تعبير الحكومة اليمنية. فهل يا ترى مال التحالف العربي والحكومة اليمنية إلى الحسم العسكري؟ وهل هذا ممكن؟ متابع هذا التقرير. على جبهة الساحل الغربي لليمن تتقدم قوات الشرعية مدعومة بقوات التحالف العربي حتى باتت على بعد كيلومترات قليلة من مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي على شواطئ البحر الأحمر، وسط تراجع بدا واضحا لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران. معركة من شأنها أن تحدث تغييرا كبيرا في موازين القوة على الأرض بين طرفي الصراع في اليمن، إذ تكتسب جبهة الساحل الغربي أهميتها الاستراتيجية من كونها تشمل مينائي الحديدة والصليف اللذين يمثلان آخر منافذ الميليشيات الحوثية إلى العالم الخارجي، وما يأتي من مساعدات عسكرية إيرانية تتضمن أجزاء الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي زاد اعتماد الحوثيين عليها مؤخرا. وبالسيطرة على الحديدة والصليف يفقد الحوثيون ورقة ضغط هامة في أروقات التفاوض، فميناء الحديدة هو ثاني أهم ميناء يمني بعد ميناء عدن، كما أنه يطل على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر ويمكنه تهديدها. كل ذلك يعني أن الحوثيين إذا فقدوا سيطرتهم على الساحل الغربي سيحاصرون في الداخل اليمني، وبالتالي تصبح هزيمتهم الكاملة مسألة وقت. ولعل ذلك يفسر تصريحات زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي التي اعترف فيها بتقدم قوات الشرعية على تلك الجبهة، مستدركا بالقول إنهم يستطيعون بدء معركة هناك إلا أنه يستحيل عليهم إنهاؤها. تطورات تبدو مؤثرة في المسارات السياسية للصراع، فوكالة رويترز للأنباء كشفت عن محادثات تجري بين مفاوضين إيرانيين وأوروبيين بشأن التوصل إلى حل سياسي في اليمن، مضيفة أن الإيرانيين تعهدوا باستخدام نفوذهم لإحضار حلفائهم الحوثيين إلى مائدة التفاوض، الأمر الذي يؤشر إلى أن ثمة مياها دافئة جديدة تجري في نهر التفاوض الذي قارب على التجمد منذ مدة طويلة. مشاهدينا، للحديث عن هذا الموضوع معي في الاستوديو الأستاذ خالد الأنسي القيادي في الثورة اليمنية. أهلا بكم أستاذ خالد إلى حديث العرب، كما سينضم إلي بعد قليل عبر الهاتف الأستاذ ياسر الحسني الصحفي في مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية. أبدأ معك أستاذ خالد حول الأهمية الاستراتيجية للسيطرة أو ما حدث في الحديدة. شكرا جزيلا وتحية لك ولضيوفك، يعني أهلا بكم وللمشاهدين الكرام. طبعا معركة الحديدة هي معركة تأخرت كثيرا، وكان يفترض أن تتم من وقت مبكر، لأن الحديدة تمثل رئة للإنقلاب، يعني منها يستخدم ميناءها من كمورد اقتصادي من خلال البضائع التي تصل إلى هذه الميناء، ويستخدم الميناء أيضا لتهريب الأسلحة. وكان يفترض أن تكون معركة الحديدة أو أن تكون قد تمت قبل ذلك بشكل كثير، لكن في المجمل يعني ليست هي المعركة الحاسمة، لأن المعركة الحاسمة هي يفترض أن تكون معركة صنعاء، ومعركة الحديدة بحسب السياقات التي تتم حتى الآن هي معركة للضغط على الحوثيين من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات، وليست حتى ربما معركة لتحرير الحديدة بالكامل، لأن المعارك حتى الآن تسير بالخط الساحلي ولا تحرر كل المديريات التي يسيطر عليها الحوثيين، مما يعطي مخاوف أن المعركة هذه قد لا تكون معركة لتحرير الحديدة، وإنما قد تكون مجرد معركة للضغط وللسيطرة على الموانئ وتعطيل الموانئ. الإشكالية الكبرى في معركة الحديدة أنه كان يفترض قبل الخوض معركة الحديدة أن يعد ويؤهل ميناء عدن
ليعمل مجددا. ميناء عدن الذي يفترض أنه تحرر في 2015 تم تعطيله من قبل الإمارات التي تسيطر على الجنوب يعني، ولم يفعل. وبالتالي أيضا كيف سيتم يعني كيف سيقبل المجتمع الدولي تعطيل ميناء الحديدة وتحرير الحديدة مع عدم وجود بديل آخر يعني تصل منه السلع والبضائع لليمنيين؟ لكن يبدو مع الأيام القادمة الآن المعركة تتسارع بشكل كبير، يعني الاقتراب من ميناء الحديدة مسافة 25 كيلومتر، وأيضا الاقتراب من المطار، عفوا الاقتراب من ميناء الحديدة 18 كيلومترا، والاقتراب من المطار 25 كيلومترا. هذا التسارع في هذه الفترة، ألا يبدو بأن هذه المعركة، معركة الحديدة، ستحسم في فترة قريبة؟ القوات الشرعية والتحالف يعني ثلاث سنوات بمقربة من صنعاء 30 كيلومتر يعني أساسا. فالقضية الرئيسية حين ليست ببعد المسافة، وإنما القضية متعلقة بوجود رغبة في الحسم. يعني على سبيل المثال عندك عدن تحررت في 2015، ومع ذلك لم تتمكن الشرعية من العودة إلى عدن حتى الآن. عطلت عدن ومنعت الشرعية من العودة إلى عدن. هنالك شكوك في مسألة أحيان حتى التحرر هذا السريع، التحرر المفاجئ. سبق أن حدث تحرر سريع ومفاجئ في عدن، لكن تبين فيما بعد أنه لم يكن تحرر حقيقي، وإنما كان هو تغليف للوجود نستطيع نقول الإنقلابي في شقه العفاشي المتمثل بحزب الرئيس المخلوع صالح والموالي له. وهذا ما يخشاه الناس الآن في الحديدة، أن هذا التحرر السريع أنه ليس عبارة عن تحرر سريع، وإنما عن تغليف لوجود قوات الرئيس المخلوع السابقة وتحويلها من قوات إنقلابية إلى قوات مقاومة، خصوصا وأن من جزء من القوات أو أن هذه الانتصارات لا تجير في يعني إعلاميا لصالح الشرعية والجيش الوطني، وإنما تجير لصالح نجل شقيق الرئيس المخلوع وحزبه وقوات الحرس الجمهوري التي كانت تتبعه وتم حلها. فهنالك شكوك في مسألة قضية التحرر السريع. نتمنى أن يكون حقيقة تحرر حقيقي، مع قناعتنا أن هنالك مقاتلين فعلا يقاتلون من أجل الشرعية، من أجل عودة الدولة اليمنية. لكن ما حدث في عدن من أنه تم إقصاء المقاتلين الحقيقيين والمقاومة الحقيقية، وتم تسليم عدن ومناطق الجنوب لقوات الحراك الجنوبي الموالية لإيران ولقيادات موالية للرئيس المخلوع صالح بعد أن تم إلباسها ثياب الحراك، هذا يعطي شكوك كثير، خصوصا وأن من يقودون معركة الحديدة، من تقود معركة الحديدة هي الإمارات. نعم، التي قادت معركة عدن. لو أردنا النظر إلى الساحل الغربي لليمن أستاذ خالد، يعني من زاوية أوسع، في أي سياق يعني يمني إقليمي من الممكن قراءة ما يحدث في الساحل الغربي؟ وفقا للتصريحات الرسمية، التصريحات سواء التحالف أو تصريحات الشرعية، أن المعارك تخاض في اليمن ليس بهدف التحرير، وإنما هي معارك من أجل الضغط على جماعة الحوثيين للعودة إلى طاولة المفاوضات للحوار. هنالك حقيقة الأمر مشروع للحفاظ على جماعة الحوثيين، وهذا المشروع ليس فقط مشروع إيراني وغربي أيضا، للأسف هو أيضا مشروع عربي. نعم، كيف يتم الحفاظ، أو هناك مشروع للحفاظ على ميليشيا الحوثي في اليمن مع قطع المنافذ عنها وأيضا إيقاف الإمدادات عنها؟ هي طبعا الـ 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 واحدة من الأسباب المعلنة أنه يراد قطع الإمدادات عن الحوثيين، لكن أيضا هنالك من التساؤلات أن هنالك أسلحة، منها أسلحة تتبع التحالف تصل إلى أيدي الحوثيين، وبالتالي لكن هذا شيء غير مثبت أستاذ خالد، يعني ما كان يصل عن طريق ميناء الحديدة الآن سيتوقف بعد سيطرة قوات التحالف على الميناء. نتمنى أن يكون الأمر كذلك يعني، لكن أيضا هنالك مخزون كبير من الأسلحة متواجد لدى الحوثيين يستطيعون أن يستخدموه، بالإضافة إلى أن الحوثيين هي جماعة نستطيع نقول ميليشياتية فاشية، يعني ليست جماعة سياسية ستتأثر بالحصار الاقتصادي وبالضغوطات السياسية لكي تستسلم وتذهب إلى طاولة المفاوضات. هي تتعامل مع اليمنيين أنها رهائن
وتستخدم الشعب اليمني كرهينة وتبتز به العالم. أكبر ما كان تحققه جماعة الحوثيين من هذا من الحديدة ومن الميناء هي الموارد الاقتصادية التي كانت تحصل عليها. ربما الأسلحة ليس لديها إشكالية لأن هنالك مخزون من الأسلحة، وقد سمع العالم الرئيس المخلوع صالح وهو يقول أن الأسلحة التي يستخدمها الحوثيين هي من الأسلحة التي كدسها في اليمن على مدى سنوات حكمه، وأنه ليس هنالك أسلحة تصل من إيران يعني في هذا السياق. الأمر الآخر، السؤال كيف وصلت الأسلحة من إيران مع أن المياه الإقليمية البحرية مسيطر عليها من قبل التحالف وبالتحديد من قبل القوات المصرية التي يفترض أنها تحمي يعني المياه الإقليمية لليمن وتمنع تدفق الأسلحة، القوات الأمريكية. قضية أنها لمنع السلاح قد تكون قضية غير جوهرية، ربما قد تكون هنالك ورقة للضغط بدلالة أن المعارك لا تستهدف تحرير كامل الحديدة، وإنما للأسف تستهدف للسيطرة على بعض الموانئ اليمنية، وهذه الموانئ اليمنية التي يتم السيطرة عليها يتم تعطيلها. ولدى اليمنيين شكوك في مسألة السيطرة عليها، لأن تجربة اليمنيين مع سيطرة الإمارات على ميناء عدن وعلى موانئ سابقة مثل ميناء الخوخة تجعل اليمنيين يشكوا أنها معركة للتحرير، وإنما قد تكون معركة لإجهاض أو للاستيلاء على هذه الموانئ والسيطرة عليها. أنت تحدثت بأن هذه المعركة قد تكون من باب التحريك لإرغام الميليشيا للجلوس على طاولة المفاوضات. ما الذي لدى الميليشيا اليوم، ميليشيا الحوثي، حتى تجلس على طاولة المفاوضات مع الشرعية اليمنية؟ هي حقيقة الأمر ميليشيا الحوثي يفترض أنها في وضع ضعيف ومن وقت مبكر، لكن مصدر قوتها في الواقع جزء منه الضغوط الغربية التي تريد أن تحافظ على هذه الحركة والتي عملت على صناعة هذه الحركة لأهداف متعلقة باليمن وأهداف متعلقة بالمنطقة. وجزء من الإشكالية أيضا هي سياسة التحالف، التحالف الذي يريد أن يرسم وضع سياسي معين وبالتالي يحافظ على هذه الميليشيات بأقصى ما يستطيع، يعني بمعنى يستهدف سياسة نزع المخالب، الحصول على القوة الصاروخية التي تحت يدها وإبقائها. هنالك من يريد أن يستخدمها لجعل اليمن بلد ضعيفة، بلد تحت الوصاية. أما لو كان هنالك جدية للقضاء على هذه الميليشيات كانت التحالف ساعد الشرعية في أن تصل إلى صنعاء منذ 3 سنوات. يعني أنت تحدثت أستاذ خالد عن نقطة هامة جدا، بأن هناك دول غربية تدعم بقاء ميليشيا الحوثي في اليمن من أجل إضعاف اليمن فيما بعد، من أجل إضعاف اليمن ومن أجل أيضا ابتزاز السعودية ومن أجل تمزيق تقسيم السعودية على أساس طائفي مستقبلا. لكن للأسف السياسة السعودية تتعامل مع هذه التحديات بنوع من اللامبالاة للأسف يعني، وبنوع من العبثية. لو تحدثنا بأمر آخر، بعض دول التحالف العربي كما تحدثنا قبلا بأن هناك محاولة لإظهار ابن شقيق علي عبد الله صالح المخلوع، الرئيس اليمني المخلوع، وتلميعه إلى حد ما من أجل وضعه أمام موقف جديد. ما الذي يراد مستقبلا من هذه العملية؟ طبعا هذا الأمر من الأشياء التي أضعف يعني حتى صورة التحالف لدى اليمنيين، وجعل اليمنيين يفقدوا الثقة بشكل كثير في التحالف وفي أدائه، وأن ما يحدث في اليمن هو نوع من الاستكمال لمشروع سيناريو الثورة المضادة الذي كان قد بدأ بعد ثورة 2011 ويهدف إلى إعادة إنتاج النظام السابق. وعندما يجد اليمنيين مثلا أن يؤتى بابن شقيق الرئيس صالح الذي كان يتفاخر ويتباهى بإطلاق الصواريخ على السعودية وضرب الأراضي السعودية ويتباهى بقتل اليمنيين ويعد القناصين لقتل اليمنيين وقاتل مع الحوثيين على مدار 3 سنوات، ثم يراد تحويله في لحظة ليس فقط إلى جزء من القوات التي تقاتل الحوثيين، وإنما تحويله كأنه هو بطل التحرير وهو مشروع وهو المشروع البديل عن الشرعية. أستاذ خالد اعذرني، إذن هو ليس من المنطق أن نفس الشخص الذي كان يهاجم من فترة سنقوم بتلميع صورة شخص آخر قريب منه من أجل شعبية أو ما إلى هنالك. سأعود إليك أستاذ خالد، ولكن ينضم إلينا مشاهدينا عبر الهاتف الأستاذ ياسين التميمي الكاتب والمحلل السياسي من إسطنبول. أستاذ ياسين أهلا بكم إلى حديث العرب. يعني هل ما حققته قوات الشرعية يعني
والمقاومة اليمنية في الساحل الغربي يعتبر تقدم حقيقي أم أنه طبيعي في سياق المعارك اليومية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك الكريم الأستاذ خالد الآنسي، حياكم الله. المعادلة العسكرية واضحة في اليمن، هناك تفوق من حيث التسليح، وهذا التفوق يضمنه التحالف العربي على كل حال، الفريق النوعي في التسليح. عندما يقرر التحالف أن يدعم تحركات الجيش الوطني، هذا الجيش يستطيع بكل بساطة أن يحقق أهدافه العسكرية وبأقصى سرعة ممكنة، هذا الأمر رأيناه في أكثر من جبهة. فيما يتعلق بالتقدم العسكري المحرز في الساحل الغربي، أنا تقديري أنه بالإضافة إلى التفوق التسليحي، هناك الجيش عمليا هو يتحرك في منطقة فراغ سكاني، والتقدم هنا أنا أعتقد أنه حتى هذه اللحظة لم يتعرض لاختبار عسكري حقيقي، بمعنى أنه لم يواجه تجمعات حوثيين، لم يواجه مجمعات سكانية يمكن للحوثيين أن يشكلوا عائق بسببها أمام تقدم هذا الجيش. حتى هذه اللحظة الجيش يتجنب الذهاب شرق الخط الساحلي، حيث تتواجد معظم الكتل السكانية الرئيسية في محافظة الحديدة. هذه الكتل السكانية مثل الزبيد والبيت الفقيه والحسينية والجراحي وغيرها من التجمعات السكانية الأساسية، هذه لا زالت تحت سيطرة الحوثيين، وأعتقد أن مسألة استعادتها أو تحريرها مكلف من الناحية العسكرية. لهذا الجيش اختار الطريق الساحلي، وهو طريق مفتوح تقريبا، ووصل إلى جنوب الحديدة وقف عند أمام أول تجمع سكاني. لكن هذا لا يعني أن الجيش بإسناد التحالف لا يستطيع التقدم، ويستطيع التقدم اليوم. المعركة هي تتعلق بالنوايا السياسية، من الواضح أن معركة الساحل الغربي هي تحقق أهداف استراتيجية للمملكة العربية السعودية، التي تريد بأي طريقة ممكنة إغلاق هذا الميناء في وجه تدفق الأسلحة، أو هكذا كما يقولون هناك تدفق للأسلحة يأتي عن طريق الساحل الغربي خصوصا ميناء الحديدة. لكن أيضا ميناء الحديدة تشكل جسر أو شريان حياة بالنسبة للحوثيين، فهي تؤمن معظم الإمدادات التي يحتاجونها من المشتقات النفطية والتي هل ميناء الحديدة أستاذ ياسين، هل ميناء الحديدة هو الوحيد الذي يستطيع الحوثي تأمين متطلبات ما يحتاجه فقط هذا الميناء، أم أنه يستطيع الحصول عليها من أماكن أخرى؟ هذا الميناء كان في ظل الموقف الدولي، كان في مأمن من الضربات الجوية، وبالتالي هو ليس فقط يوفر للحوثيين جنية لأرباح من العائدات الجمركية التي تأتي من استيراد معظم السلع التي يحتاجها اليمني. معظم السلع للأسف الشديد، السلع الأساسية الغذائية تأتي عبر ميناء الحديدة، لأن الإمارات أغلقت ميناء عدن، ولهذا معظم احتياجات البلاد من المستوردات تأتي من ميناء الحديدة، والرسوم الجمركية تدفع في ميناء الحديدة وتؤول لصالح الميليشيا. لكن الأهم أيضا المشتقات النفطية التي تأتي جزء كبير منها من إيران، وتشكل العمود الأساسي لتجارة الحوثيين التي تمدهم بالبقاء وتوفر لهم فرصة استقطاب المزيد من المقاتلين ومواصلة المعركة. إذن الحديدة نقطة جوهرية بالنسبة للحوثيين، والتقدم باتجاه الحديدة خطير جدا بالنسبة للحوثيين ومصدر قلق كبير، ولهذا ربما يستفرغ الحوثيون في هذه المدينة كل جهدهم، وهذا ربما ينعكس بشكل كبير جدا على الوضع الإنساني في هذه المدينة. لا ندري ما هي الخطط التي وضعها التحالف لاستعادة المدينة. المدينة هي تشكل واحدة من أكبر التجمعات السكانية في ساحل البحر الأحمر. لماذا نجد أستاذ ياسين، لماذا نجد هذه الاحتفالات الكبيرة من قبل وسائل الإعلام خصوصا دول التحالف فيما يتعلق بما تم في الحديدة في الأونة الأخيرة؟ وفي الحديدة لم يتم شيء تقريبا، ليس هناك شيء مهم وجوهري تم في الحديدة. مدينة الحديدة لا زالت تحت سيطرة الحوثيين، ميناء الحديدة لا يزال تحت سيطرة الحوثيين، التجمعات السكانية في الحديدة لا تزال تحت سيطرة الحوثيين، ليس هناك داعي لهذا الاحتفال. كل ما في الأمر أن هناك تقدم في الساحل، وهذا ربما يحقق جزء من الأهداف التي يفترض أنها قد تحققت منذ وقت مبكر. لا يمكن التقليل من أهمية التقدم العسكري في الساحل الغربي، لكن التهديد الوجودي لم يتحقق بعد بالنسبة للحوثيين. لم يفقدوا الحديدة، لم يفقدوا التجمعات السكانية الأساسية، هذه دونها الكثير من المشقة والحروب التي يتعين خوضها من قبل القوات الحكومية والحوثيين. الاحتفال المبالغ فيه ربما هو هناك أهداف سياسية أيضا من ورائه، ويثبت أن التحالف فعلا جاد في الموضوع قدما في تحقيق أهدافه المعلنة.
وهذا الأمر أتى تقريبا بعد حادثة سقطرة التي أظهرت التحالف كقوة استعمار وقوة احتلال. نعم. اليوم التحالف العربي ربما يحتاج إلى ترميم سمعته التي ضربت بقوة في محافظة سقطرة وفي عدن. هل هذا التحرك برأيك أستاذ ياسين، يعني هل احتاج التحالف العربي والقوات الشرعية والمقاومة يعني 3 سنوات حتى يقتربوا إلى مسافة 25 كيلومتر من ميناء الحديدة؟ هل هذا يتوافق مع الرؤية التي تطرحها بأنه يحتاج إلى شيء جديد حتى يضاف إلى سجله؟ بالتأكيد لا يتوافق. على مدى 3 سنوات كان يفترض الحديدة بيد السلطة الشرعية، لكن هذا لم يتحقق لأن التحالف يريد ذلك، المجتمع الدولي يريد ذلك. اليوم هناك غطاء أو ضوء أخضر أمريكي ربما أو شيك مفتوح أمريكي فيما يتعلق بالحديدة. التحرك يلبي احتياجات ضرورية للسعودية. نعتقد حتى هذه المعركة ليس لها علاقة باستعادة السلطة الشرعية لنفوذها في هذه المناطق. السلطة الشرعية تقريبا شبه مقصية عن كل ما يدور في الساحل الغربي. الذهاب باتجاه الحديدة يحقق أهداف سعودية خالصة وهي أهداف أمنية بالأساس، ولهذا نعتقد أن السعودية من أولوياتها في هذه المرحلة إغلاق ميناء الحديدة في وجه الحوثيين. هذا ما تريده المملكة العربية السعودية. وأما فيما يتعلق بهذه الحملة المصاحبة لتحركات الجيش والتحالف في هذه المنطقة، فأعتقد أنه هي تأخذ بعد دعائي أكثر من أي شيء آخر. حتى هناك تصفية حسابات تجري مع أطراف سياسية يفترض أنها شريكة مع التحالف وشريكة مع السلطة الشرعية. هناك ما يمكن وصفه تصفية حسابات سياسية غير مقبولة، ومن جانب الآلة الدعائية المرتبطة بالتحالف العربي لا ندري يعني ما الذي سيحققه التحالف من وراء النيل من شركائه عبر المبالغة في الحديث عن التقدم في الحديدة والنظر إليه كما لو كان إنجازا يخص التحالف. سنعود لنقاش هذا. أشكركم بقاء معنا أستاذ ياسين. مشاهدين الكرام، فاصل ثم نعود إلى حديث العربي المتابع. حياكم الله مشاهدينا واهلا وسهلا بكم من جديد. انتقل باستاذ خالد بسؤال قد يطرح من قبل الكثير، هل معركه الحديده قربت من وجهات النظر بعد هذه الفتره الطويله بين التحالف وبين المقاومه الشرعيه في اليمن، قربت بين وجهات النظر من اجل هذه المعركه او من اجل اهداف معينه جديده في اليمن؟ استطيع اقول بكل وضوح انه المقاومه في اليمن بدرجه كثيره لديها اصطدام مع الامارات، مع جزء من التحالف. يعني لا زالت الكثير من المقاومه تراهن على السعوديه او تؤمل في السعوديه ان تكون لها رؤيه مختلفه عن رؤيه الامارات، وان كان اصبح كثير يروا انه الامارات والسعوديه لديها تبادل ادوار وليس رؤى مختلفه. لكن لا نستطيع أن نقول أن معركة الحديدة قربت من هذا الأمر، لأن أداء الإمارات في معركة الحديدة لم يختلف عن أدائها في السابق. هي تحاول تصنع قوة بديلة عن قوة الشرعية وعن قوة المقاومة الحقيقية، نفس ما عملته في عدن. وأنا أقول هذا ما كان يقوله الأستاذ ياسين التميمي، أن هنالك عمل دعائي في عدن، عملوا عمل دعائي بشكل كبير لمعركة تحرير عدن من أجل تسليم السلطة لشخصيات معينة. للأسف هذه الشخصيات يفترض أن ولائها الأول لإيران، وهذه هي الأجندة الغريبة، أن هذه الشخصيات التي تدربت على أيدي ميليشيات الحرس الثوري وكان عملت مع حزب الله في لبنان ومع وراحت إلى إيران وتلقت تدريب من القوات الإيرانية، تحولت الآن هي القيادات التي ترعاها الإمارات وتكفلها. طيب وتستخدمها في الجنوب. الآن أيضا نفس من كانوا يقاتلوا مع
الحوثيين وكان ولائهم لإيران، الآن باسم معركة الحديدة يتم تلميعهم وتحويلهم إلى قوة بديلة ليس عن المقاومة اليمنية الحقيقة، وإنما أيضا قوة بديلة عن الشرعية. إذن المقاومة اليمنية، ماذا تريده المقاومة اليمنية من الحديدة؟ المقاومة اليمنية هي ملتزمة بالشرعية، وهي معركة تحرير اليمن. هو يفترض أن نقيم معركة الحديدة أو أي معركة في اليمن على أساس تحقيق الهدف من التحالف. الهدف من التحالف هو إعادة الشرعية إلى اليمن، الدفاع عن شرعية الرئيس عبد ربه هادي. لكن عندما يتم تحرير عدن ثم يتم منع عودة الشرعية إلى عدن مثل ما عملت الإمارات في السابق، والآن عندما يتم تحرير الحديدة وتسليم الحديدة وتسليم المواقع هذه لقوات لا تعترف بشرعية الرئيس عبد ربه هادي، يصبح هنا هذه لم تعد معارك لتحرير اليمن وليست معارك من أجل الشرعية، وإنما معارك لتحقيق أجندات أخرى، قد تكون أجندات استعمارية، قد تكون أجندات لصناعة فوضى في اليمن، لكنها ليست أجندة اليمنيين. اليمنيين يريدون علاقات صحية مع دول التحالف عبر السلطة الشرعية التي توافق عليها اليمنيين واعترف بها المجتمع الدولي. للأسف أداء التحالف حتى الآن لا يتفق مع هذا الأمر. معارك الحديدة الآن كما تلاحظ شكل الدعاية المبالغ فيها يستهدف صناعة حفتر يمني يتمثل في طارق عفاش، وإن كان قدراته لا تصل حتى إلى قدرات حفتر، وإضعاف الشرعية وإفقاد الناس الثقة في الشرعية. يراد أن يقال للناس عندما تولى المعارك نجل شقيق المخلوع تمكن من تحقيق هذه الانتصارات، بينما في حقيقة الأمر أنه حتى هذه المعارك لم يعني وفر لها من الإمكانيات والقدرات العسكرية ومن القرار السياسي ما لم يوفر لمعارك أخرى. على سبيل المثال معركة نهم، تصريحات الرسمية للسعودية للإمارات تقول أن هنالك قرار سياسي بألا تتقدم الشرعية اليمنية إلى صنعاء. نعم، ولكن الحديث عن موضوع طارق عفاش يظهر المعركة في اليمن أنها أصبحت بين الحوثيين وبين قوات يمنية موجودة في اليمن، يعني لا دخل التحالف في هذه المعركة. هو بالواقع أيضا الحوثيين هم يمنيين، يعني الحوثيين لم يأتوا من المريخ ولم يأتوا من الفضاء، لدينا مشكلة مع أجندتهم الطائفية لكنهم يمنيين. طارق عفاش كان يقاتل على أساس طائفي مع الحوثيين، أن يتحول غسله في خلال لحظات وساعات وتحويله إلى بطل، لا يمكن أن ممكن أن تصفح عن شخص ارتكب جريمة وأن تستخدمه مثلا ليقاتل مع الشرعية، لكن لا يمكن أن تحل محل الشرعية. شخص كان يقاتل ضد الشرعية وضد السعودية وضد التحالف ويعمل لخدمة إيران على مدار سنوات، وفجأة وخلال ساعات، في 7 ساعات تريد أن تحولها الآن أنه من سيواجه إيران ومن سيحمي المنطقة وتحل محل الشرعية. معنى ذلك أن يعودنا هذا الأمر إلى البدايات، والبداية تقول أن الحوثيين وصلوا إلى صنعاء بأموال السعودية والإمارات في إطار مشروع ما كان يسمى به محاربة ثورات الربيع العربي، بمعنى أن المعنى عندما تمكنت الشرعية من محاصرة الإنقلاب والتضييق عليه بدأوا يحولوا الإنقلاب نفسه إلى سلطة بديلة عن الشرعية. ما الذي يمنعهم بعد ذلك أن يقولوا؟ لكن قوات الشرعية ما الذي يمنعهم بعد ذلك أن يقولوا أن الحوثيين تحولوا؟ إذا كان القاعدة الرئيسية لماذا قاتلنا الحوثيين؟ قاتلنا الحوثيين لأنهم انقلبوا وتمردوا على الشرعية. فكيف نقبل أن نصنع قوات تتمرد على الشرعية أخرى؟ يعني لكن قوات المقاومة والجيش اليمني لازالت موجودة على الأرض ولها أيضا كلمة فصل فيما يجري في اليمن من ضمن المعارك. يعني دون أدنى شك قوات المقاومة والجيش الوطني في نهاية المطاف سيكون لها الفصل، لكن هذا العبث يستنزف دماء اليمنيين، يستنزف دماء السعوديين التي تستهدفهم صواريخ الحوثيين، يستنزف مقدرات السعودية، فيه عبث. لكن في نهاية المطاف لن ينتصر إلا خيار اليمنيين الذي خرجوا من أجله في 2011، وهي دولة يمنية لكل اليمنيين. إعادة إنتاج نظام علي عبد الله صالح ستكون مسألة مستحيلة، سواء كان وراءها إيران أو كان وراءها الإمارات أو السعودية أو أي دولة. نعم، أنتقل بسؤالي إلى الأستاذ ياسين التميمي. أستاذ ياسين، يعني هل القوات اليمنية وداعموها يتحركون ضمن إطار دولي محدد أم أن الأيادي مطلقة في هذا الشأن؟ هو طبعا كما تعلمون كانت واحدة من النقاط 12 التي عرضها وزير الخارجية الأمريكية بومبيو على إيران لكي تنفذها، هو كف أو رفع يدها عن التدخل في الشؤون اليمنية أو الامتناع أو التوقف عن دعم الحوثيين. هذه النقطة أصبحت الآن جزء من استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية،
تلقائيا يمكن القول ان الولايات المتحده الامريكيه لم تعد تضع الخطوط الحمراء امام تقدم القوات الحكوميه باتجاه مدينه الحديده، لان هذا الامر في تقدير التحالف وتقدير المملكه العربيه السعوديه يدخل في اطار حمايه الامن القومي للمملكه العربيه السعوديه. ولهذا دائما انا اعتقد ان التحرك باتجاه الحديده ليس جزءا من عمليه استعاده السلطه الشرعيه او تحقيق اهداف التحالف فيما يتعلق بدعم الشرعيه. الامر هنا ياخذ بعدا امنيا خالصا وله علاقه بامن المملكه العربيه السعوديه. اعتقد ان هناك نوع من الاتساق مع الموقف الامريكي في الساحل الغربي، لكن يبقى امام التحالف العربي التحديات الميدانيه التي يضعها الحوثيون انفسهم، وهي تحديات عسكريه بطبيعه الحال. ايضا هناك في ظل موقف الامم المتحده الذي يحذر من كارثه انسانيه او من نزوح كبير من مدينه الحديده، تظل هناك تحديات ومخاوف يتعين على التحالف العربي ان ياخذها بعين الاعتبار، وهو يذهب باتجاه استعاده مدينه الحديده من الحوثيين. العوائق العسكريه الدوليه تقريبا لم تعد موجوده، حتى ان بيان الامم المتحده كانه تحصيل حاصل، كانه يوصف حاله لم يعد يحذر او يدعو الى وقف العمليه العسكريه مطلقا. لهذا انا اعتقد ان الخطوط الحمر الدوليه رفعت من هذه المنطقه، ويبقى الرهان اليوم على استراتيجيه التحالف في التعاطي العسكري والانساني متعدده الابعاد. وايضا ما اذا كان مساله استعاده الحديده كما قال ضيفك في الاستوديو ياتي ضمن تمكين السلطه الشرعيه الدوليه، ام اضافه مدينه اخرى وتكتل سكاني اخر الى جانب التكتلات السكانيه التي وقعت تحت قبضه الامارات وتحت سيطرتها لتدخل مرحله من التيه والفوضى يعني وعدم الاستقرار. استاذ ياسين، يعني انت قلت بان عمليه الحديده لا تخدم بشكل كبير الحاله اليمنيه، اذا ما الهدف الرئيسي لعمليه الحديده؟ ويبدو ان جميع الاطراف الموجوده قد اتفقت على اهداف معينه قد وضعت مسبقا قبل العمليه. الهدف هو اغلاق الساحل الغربي بكامله امام الحوثيين، وهذا يحقق اهداف لها بعد دولي، حمايه الملاحه البحريه. وهذا امر بطبيعه الحال يصعب تحقيقه الى حد ما اذا المساله هي تقوم على مبدا المغامره، وبالتالي لم تستطيع ان تضمن حمايه كامله للملاحه الدوليه. لكن الهدف الثاني والهدف الاساسي اقصد الذي تسعى لتحقيقه المملكه العربيه السعوديه هو منع تهريب الاسلحه الاستراتيجيه للحوثيين، وهي أسلحة يعتقد أنها تأتي من جانب إيران، وهناك اتهامات واضحة وصريحة من جانب السعودية والولايات المتحدة الأمريكية كليهما لإيران بأنها هي التي تأتي تصدر الصواريخ للحوثيين. هذه هي الأهداف الأساسية، هدف يتعلق بالملاحة البحرية الدولية، هدف ثاني يتعلق بحماية المملكة العربية السعودية من خلال منع تهريب الأسلحة للحوثيين. وهذا بطبيعة الحال سيمنح التحالف فرصة لكي يعيد التعامل مع المشهد اليمني بأريحية كاملة، بمعنى أنه سيمضي قدما في مخططه الذي لا يتفق إجمالا طبعا مع المشروع الوطني اليمني الذي يتأسس على فكرة الدولة الاتحادية الديمقراطية متعددة الأقاليم التي تقوم على فكرة الشراكة الوطنية الكاملة والتي تؤمن بمبدأ الديمقراطية. هذه وصفة أنا أعتقد أن التحالف لا يتبناها، بل بالعكس يمضي منذ أن بدأ بتدخله العسكري في طريق استكمال ثورته المضادة التي تهدف إلى تقويض تركة ثورة الربيع في اليمن، ثورة 11 من فبراير، والتأكد من أنها لم تعد موجودة مطلقا. نعم، أنتقل إلى الأستاذ خالد. أستاذ خالد، يعني بعيدا عن التضخيمات الإعلامية عن معركة الحديدة وبأن معركة الحديدة تشكل يعني انتصارا للتحالف وما إلى هنالك أو للجهات الموجودة في هذه المعركة، كيف من الممكن تحويل ما جرى في الحديدة لانتصار للمقاومة الشعبية، وكيف من الممكن الاستفادة منه رسميا من قبل المقاومة؟ سؤال ممتاز هذا. حقيقة الأمر أنه أي سواء الحديدة أو أي منطقة ممكن يصبح ما يحدث فيها انتصار عندما يأتي في سياق تحقيق الهدف المعلن الذي أعلنه التحالف، وهو إعادة الشرعية إلى اليمن، أن تكون معارك لتعزيز وجود الشرعية، لا معارك من أجل صناعة شرعيات بديلة وصناعة ميليشيات بديلة. يعني على سبيل المثال لو التحالف توقف عن دعم الميليشيات المتمردة على الشرعية في الجنوب أو الميليشيات الآن المتمردة على الشرعية في الشمال مثل ميليشيات طارق عفاش، ودعم
قوات المقاومة والجيش الوطني الذي يخضع للشرعية هنا، سيشعر اليمنيين أن أجندة التحالف فعلا لخدمة اليمنيين وليس لأجندات أخرى استعمارية أو لإغراق اليمن في فوضى. يعني هنالك عندما تخاض المعارك مثلا من ألوية لا علاقة لطارق عفاش بها، ثم يأتي إعلام الإمارات ويصور هذه الانتصارات أنها لطارق عفاش، معنى ذلك أنه القضية الرئيسية حتى من يقاتلون حقيقة تأخذ انتصاراتهم وتنسب لهم، مع أن هذه الألوية التي تقاتل بعضها أيضا هي ألوية تنتمي للحراك الجنوبي، ومولت الإمارات بألا تعترف بشرعية الرئيس عبد ربه هادي. أنا أستغرب، يعترف بشرعية الإمارات، يعترف بشرعية السعودية، يعترف بالتحالف الذي قام من أجل شرعية الرئيس هادي ولا يعترف بشرعية الرئيس عبد ربه هادي. الأمر الآخر، يفترض أن تخاضها المعارك تحت قيادة الشرعية اليمنية، ويفترض أن تكون المعارك في وقت واحد. يعني المعارك عندما تحرك في جبهة وتوقف بقية الجبهات، معنى ذلك أن هنالك ليس نية وليس هنالك قرار حقيقي لتحرير اليمن، وإنما هنالك نوع من التلاعب بالمعركة في اليمن، إطالة أمد المعركة في اليمن، السيطرة على بعض المناطق، كسب وقت زمني لإنتاج قوى عسكرية جديدة، قوى سياسية جديدة، وهذا ما يتم. يعني الآن أصبح واضح أن هنالك تحركات خارجية لصناعة نظام سياسي بديل عن نظام الرئيس عبد ربه هادي، بمعنى أن التحالف للأسف يتبنى سياسة الانقلاب على الشرعية. أليس من الممكن أن يكون هناك اتفاقات فيما بين المقاومة والجيش، المقاومة اليمنية والجيش اليمني، مع التحالف لأهداف بعيدة المدى كما تحدثت يعني من قبل بأن هناك أهداف بعيدة المدى فيما يخص اليمن من أجل استتباب الوضع في اليمن؟ هو يفترض أن صراعنا بالأساس مع إيران ومشروعها في اليمن، يفترض أن صراعنا لا يكون مع التحالف ومع السعودية والإمارات. يعني أن ننتقل بدلا من أن نبحث عن اتفاق مع إيران لكي تتوقف عن تدخلها في اليمن وعن ميليشيات الحوثي لكي تتوقف عن انقلابها، لكي للبحث عن صيغ للاتفاق مع السعودية والإمارات ومع التحالف، هنا هذه هي المأساة، وهذا هو حقيقة الأمر الذي يخدم إيران، هذا الذي يخدم إيران سواء على المدى البعيد أو حتى على المدى القريب، لأن هذه السياسات حقيقة الأمر هي التي أضرت بصورة السعودية في اليمن وبصورة الإمارات، وجعلت اليمنيين يروا أن ما يمارسه التحالف من عبث في اليمن يتجاوز ما مارسته إيران. يعني إيران حتى الآن مثلا لم تصرح صراحة ضد شرعية الرئيس عبد ربه هادي تتحدث، لكن نجد تصريحات للإمارات تنتهك شرعية الرئيس عبد ربه هادي وتقول أن الشرعية ليس له، وتعطي الشرعية لميليشيات متمردة عليه في الجنوب، لميليشيات متمردة في الشمال. صراعنا يفترض أن يكون صراع من أجل الدولة اليمنية وليس من أجل مثلا تحقيق كسب سياسي للسعودية أو تحقيق كسب اقتصادي للإمارات. إذا لم تعد معركة من أجل اليمنيين أو معركة من أجل المصلحة المشتركة القومية، معنى ذلك أنها لم تعد معركة اليمن، ومعنى ذلك أننا كيمنيين أصبحنا نقدم قرابين في هذه المعركة والذريعة إيران. وأصبح السؤال هنا، لماذا لا تستهدف إيران؟ حتى الآن المسببات عندما يتحدثوا حول حماية الملاحة الدولية، الحوثيين ممكن يستهدفوا الملاحة الدولية بالصواريخ مثل ما استهدفوا السعودية بالصواريخ. لن يؤمن السعودية في نهاية المطاف إلا تحرير اليمن وتسليم اليمن لدولة. تسليم اليمن لعصابة أخرى، يعني إحلال عصابة محل عصابة، ميليشيا محل ميليشيا، هذه مسألة عبثية وخطيرة على اليمن وعلى السعودية وحتى على الإمارات في نهاية المطاف. نعم أستاذ خالد، أرجو تكرم بالبقاء معي مشاهدينا، فاصل أخير قبل العودة لاستكمال الحلقة. أهلا بكم مشاهدينا إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم التي تبحث في أهمية التقدم الميداني الذي حققته قوات الشرعية والمقاومة اليمنية مدعومة من قبل التحالف العربي في الساحل الغربي في البلاد. أستاذ ياسين التميمي، برأيك ما الخطوة المقبلة من جانب الشرعية والتحالف العربي؟ حتى هذه اللحظة لا أعتقد أن هناك توافق بين السلطة الشرعية والتحالف
حول الخطوة التالية أو حتى الخطوات التي ستلي المرحلة أو مرحلة ما بعد الحديدة. كان هناك لقاء بين الرئيس عبد الربو منصور هادي والعاهل السعودي الملك سلمان في جدة، ولقاء آخر مع ولي العهد. هذه اللقاءات بطبيعة الحال لم تصور تلفزيونيا، ومما يعني أنها ليست لقاءات روتينية أو لقاءات مجاملة، وإنما كانت لقاءات لها علاقة بتطورات الأوضاع الجارية في اليمن. صادف أنه بعد هذه اللقاءات التي أجرها الرئيس مع القيادة السعودية تمت في مكان يتواجد أيضا في جدة نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم دبي محمد بن راشد. وأيضا صادف أن أو تزامنت هذه التحركات مع زيارة لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية للإمارات العربية المتحدة، وهذا الوزير كان معروف بتصريحاته اللاذعة التي تنتقد سلوك الإمارات في عدن وفي المحافظات المحررة. لا ندري ما إذا كان هذه الاجتماعات قد بلورت تصور ما حول طبيعة التعامل خلال المرحلة المقبلة بين التحالف والسلطة الشرعية، لأن السائد خلال المرحلة الماضية هو حالة من عدم الاحترام، حالة من عدم الإخفاء، وحالة من عدم الاكتراث بالسلطة الشرعية وولايتها وصلاحيتها. رأينا هذا في بلغت ذروته في المواجهة التي تمت في سقطرة، والتي سمعنا فيها تصريحات إماراتية تنتقد زيارة رئيس الوزراء لأرقبيل سقطرة. لا ندري هل دروس المرحلة الماضية دفعت القيادة السعودية إلى المراجعة، هل كانت اللقاءات هذه بناء على طلب من الرئيس هادي نفسه. على كل حال من السابق لأوانه اليوم الحديث عن أن السلطة الشرعية والتحالف متفقان أو متسقان أو ربما لديهما تصور مشترك حول المرحلة المقبلة. من الواضح أن التحالف بالغ في تقدير قدراته الذاتية للتحكم بمصير اليمن، وبالتالي أعتقد أنه بالإمكان أن يمضي قدما في تقرير مصير اليمن بعيد عن السلطة الشرعية، ولديه قدرة أيضا على إنتاج أنظمة وسلطات وشخصيات وأدوار يمكن أن يلعبها أطراف آخرين، بإمكانها أيضا أن ينتج تشكيلات مسلحة حتى. نعم أستاذ خالد، أستاذ ياسين عفوا، بعيدا عن هذا الموضوع، إن لم تتوافق رؤية التحالف وأيضا رؤية المقاومة اليمنية والشرعية اليمنية، ألا تستطيع المقاومة اليمنية والشرعية اليمنية أخذ زمام الحسم في اليمن؟ بطبيعة الحال الأمر لن يكون سيكون بكل فعالية، لكن أنا أعتقد أنه ليس من مصلحة التحالف يعني أن يغير مسار المواجهة في اليمن من مواجهة مع إيران وأدواتها إلى مواجهة مع السلطات الشرعية ومع المشروع الوطني اليمني. إذا حشر هذا المشروع الوطني في زاوية فأعتقد أن لديه مخالب ويستطيع أن يدافع عن نفسه. اليمنيون خلال الفترة الماضية دفعوا ثمنا غاليا من أرواحهم ومن إمكانياتهم الاقتصادية ومن أمنهم ومن استقرارهم، وبالتالي بعد هذه الفترة الطويلة من المعاناة لا يمكن أن يكتشفوا أنهم كانوا مخدوعين من هذا التحالف. فإذا قرر التحالف المضي قدما في حشرهم في زاوية وإيذائهم والمضي في تفكيك دولته، فأعتقد أن لديهم القدرة على مواجهة التحالف، وسيكون الأمر أشبه بقلب الطاولة بشكل كامل على حسابات التحالف. التحالف لا يستطيع أن يتحمل هذا النوع من ردة الفعل الشعبية العارمة من جانب اليمنيين. رأى وجرب واكتشف بنفسه كيف استطاع اليمنيون أن يقلبوا الطاولة على الإمارات فيما يتعلق بجزيرة سقطرة، على الرغم من أن الإمارات كان لديها قدرة للعب على الأقل على وتر التناقضات المناطقية بين اليمنيين. نعم. لكن الذي حدث هو أن اليمنيين وقفوا بشكل كبير جدا في وجه مخططة الإمارات. لا يمكن أن تنال من كرامة شعب بهذه الطريقة. لهذا على التحالف أن يعيد حساباته، عليه أن يحسم الموقف في اليمن باتجاه استعادة الدولة وترسيخ النظام والقانون والاستقرار وتمكين اليمنيين من إنتاج دولتهم التي تليق بهم. هذه الطريقة وهذه الوصفة الحقيقية التي يمكن أن تضمن أمنا واستقرارا في منطقة. نعم أستاذ ياسين. أستاذ خالد، يعني نفس السؤال أعيد طرحه عليك، يعني ألا يستطيع الجيش اليمني والمقاومة الشعبية أن يمضوا في زمام الحل في اليمن إن لم تتوافق رؤيتهم مع رؤية التحالف؟ أصبح في واقعنا الحالي أنه من يعيق الحسم ومن يعيق تحرير اليمن أصبح هو التحالف أكثر من كون الإنقلاب، لأن الآن التحالف الذي تعمد إنتاج ميليشيات مناوئة للسلطة الشرعية يعني ودعم كل من
من يقف ضدها، يعني أهم شيء فقط أنه يعلن أنه ضد إيران وضد ميليشيات الحوثي، يعني حتى ولو كان هذه القوى مرتبطة بالحوثيين وبإيران من تحت الطاولات، لا شك أن هذا يعيب. الدولة اليمنية بتتعامل أو الشرعية اليمنية تعاملت بعقلانية في هذا الأمر، تدرك مسألة خطورة أن تصطدم مع التحالف أو تصل إلى حافة الصدام. إذا شبهنا وضع اليمن مع التحالف نستطيع أن نستخدم المثل العربي الذي يقول النواة التي تسند الزير، فهذا الزير الكبير الذي يعتقد أنه أو الذي يحاول سحق هذه النواة المتمثلة بالشرعية يتناسى أنه إذا سحقها سيطيح وسينكسر هو، لكن في نهاية المطاف إذا الشرعية اليمنية قررت اعتبار التحالف يعني خرج عن أهدافه وأن التحالف تحول إلى قوة استعمارية وقوة احتلال، هنا سيخسر التحالف بشكل كبير. لا نتحدث عن التحالف عذرا، لا نتحدث عن التحالف كقوة استعمارية وما إلى هنالك، ولكن نتحدث عن جزئية أن القوة الشرعية اليمنية وقوات الجيش اليمني هل هي قادرة على مواجهة الميليشيات المصطنعة في اليمن، سواء ميليشيا الحوثي أو الميليشيات التي تصطنع من جديد؟ أنا في تقديري الشخصي أنه لدى الشرعية والقوات الموالية لها يعني قدرة على أن تواجه، وأن مشكلتها الآن فيما يتعلق ضغوط التحالف نفسه الذي يمنع القوات اليمنية سواء المقاومة أو قوات الشرعية من أن تحسم، ولأن الشرعية اليمنية أيضا مرتبطة بالتحالف بالتزامات معينة، اليمن تحت الهيمنة وتحت وصاية السعودية بشكل مباشر منذ أكثر من 50 سنة، الاقتصاد اليمني، الميزانية اليمنية، المغتربين اليمنيين، هنالك أوراق ضغط استخدمها التحالف واستخدمتها السعودية للشرعية تمنع الشرعية من استخدام حتى قوتها للحسم. الشرعية تستطيع أن توجد قوى بديلة لتتحالف معها، لكن مصلحتها حقيقة الأمر أن يكون تحالفها مع الدولة الأقرب إليها وهي السعودية، لكن إذا وصلت في نهاية المطاف إلى حالة من الفراق مع السعودية وفقدت ثقتها بالسعودية تماما، مثل ما فقدت ثقتها الآن بالإمارات وأصبحت تتحدث عن الإمارات باعتبارها قوة احتلال، في نهاية المطاف بمقدور الشرعية أن تقف في مواجهة الإنقلاب وبمقدورها أن تقف في مواجهة السعودية، ولا شك أن هنالك خصوم للسعودية في العالم وفي المنطقة يبحثون عن دولة مثل اليمن يقفوا معها ويعاقب السعودية عن كثير من الأخطاء التي ارتكبتها. نعم، لا ننسى أيضا الضغوط التي تتعرض لها جميع البلدان العربية. أستاذ خالد، يعني لو تحدثنا عن شكل الحل في اليمن، هل الحل باليمن برأيك سيكون حل عسكري أم أنه سيكون حل سياسي؟ وأي النماذج هو أقرب للحالة الراهنة في اليمن؟ هو بالنسبة لليمنيين توافقوا على حل، يعني اليمنيين تحاوروا في 2013 وفي 2014 وأنتجوا وثيقة حوار وطني حددت شكل الدولة والعلاقات بين مختلف اليمنيين، وتوافق عليها جميع الأطراف بما فيهم حزب الرئيس المخلوع وبما فيهم ميليشيا الحوثيين أو ميليشيات الحوثيين. فالحل السياسي هو موجود، والقرار الأممي 22-16 هو موجود كإطار الحل، لكن الإشكالية والصعوبة في الحل السياسي في قناعتي الشخصية أنه سواء جماعة الرئيس المخلوع صالح أو ميليشيات الحوثي، هذه عصابات